شباكنا ستاير أنا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت ترتر مش مين اللي ماشي هناك ده؟ زمر له يا حسن راح فين يا ميم؟ رايح أول الشارع أجيب سندوتشات طب ما تيجي تركب أركب إيه؟ لا أنا ما بركبش أنا هتمشى يا ابني تعال أركب أنا عايز أريحك تريحني؟ أنا ميمي آه بس راجل قوي قصدك إيه؟ أقصد إن مفيش فايدة أقصد أنا مش عايز أتعب حضرتك اتفضل أنت طب قولي عايز إيه وأنا أجيبه لك معايا يعني إذا كان كده بقى هاتلي معاك سندوتشين واحد فول وواحد طعمية لا 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 خلي 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 لا أنا ما بحبش حد يكسر عيني معلش طيب يا سيدي واحد فول وواحد طعمية حاضر عينيا الاثنين ماشي اتفضل سلام اتفضل اطلع حسن ايه ده كله؟ لانشون وجبنة رومي وجبنة فلامانكو وزيتون أخضر وزيتون أسود وعسل ومربى وعصير ايه ده كله؟ ده واضح إنه فرتك الجنيه كله لا بقى الواضح إن فاروق بيحبك قوي وبيقول لك ما تنساش لو احتجت أي حاجة البيت بيتك وإيه المقابل؟ المقابل يا إبراهيم بعت نفسك والله يا ابني أنا ما أنا فاهم أنت قصدك إيه ما علينا سامح كريم أخبار زينة إيه؟ لا تمام الحمد لله زي الفل باخد بالك منها يا إبراهيم طالما البنت شقية كده خد بالك منها بلاش الحاجات التانية دي والله يا سنيني أنا عيني ما بتغفل عنها أنا يا دوبك روحت أحضر الحقنة وقلت الأنسة مي خلي بالك منها ارجع كده باللسان شوية أنت قلت إيه الأنسة مي؟ هي الأنسة مي مش تبقى مامة زينة؟ دي مامة زينة تعيش أنت لا امال مين الأنسة مي دي اللي كانت عامله فيها هيستك كده لا لا دي مش هيستك دي مديره مكتب فاروق بيه وهو بيعتبرها زي بنته بالظبط اه طب كمل انت قلت حقنه ومش عارفه حاجه كده هي عيانه لا دي حقنه الفيتامينات انا بديها لفاروق بيه حقنه تديها فين ورا انا مالي ورا ولا قدام انا اقصد بص لما بياخد الحقنه دي بياخدها هنا عند الشباك ده ايوه صح ولما بتديها له بيعمل كده ايوه بالظبط كده بص يا ابراهيم بقول لك ايه اعمل لنا بقى 40 شاي احتفالا انك طلعت شريف يا راجل بسرعه نسى مي في حاجه كنت عايز اسالك سؤال بس مفيش حاجه ضايعه منك لا ليه اصلا انا ما لقيتش حاجه وخايف لكون بتاعتك لا الحاجه اللي لسه ما لقيتهاش مش بتاعتي طيب تحبي افضل معاكي لغايه ما نلاقيها جايز تطلع بتاعتك ويبقى شكلي وحش وانا مقصر يا سيدي شكرا اما تلاقيها اباخدها ليك خالص ويخلق ما لا تعلمون